الأحد الثالث عشر بعد العنصرة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من المعروف أن الرب يسوع كلم الشعب بالأمثال، والتي تظهر في بعض الأحيان صعبة الفهم فيفسرها لهم، لكننا في هذا المثل أمام مثل واضح جدا على الأقل بالنسبة لنا. فمن خلال هذا المثل نعلم أن الرب قصد أن صاحب الكرم هو الله، أما الكرامون فهم اليهود الذين قتلوا عبيده أي الرسل والمرسلين، والابن الوريث الوحيد الذي أرسله صاحب الكرم هو الرب يسوع نفسه الذي سيقاد خارج الكرم أي خارج أورشليم للصلب. النص الإنجيلي لهذا الأحد المبارك هو واحد من أمثال الملكوت التي كان الرب يسوع يكلم بها سامعيه، وإذا قرأناه ربطا بما سبقه وبما يليه يتضح لنا أنه موجه إلى رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين. السيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين، وإنما مضطهدين لرجال الله في أعنف صورة، حتى متى جاء ابن الله نفسه الوارث يخرجونه خارج أورشليم ليقتلوه. ولقد أخذ السيد الحكم عليهم من أفواههم بأن على صاحب الكرم أن يهلكهم ويسلم الكرم إلى آخرين الذين هم كنيسة الأمم أو الكنيسة المسيحية عموما التي هي من الأمم واليهود الذين آمنوا. الحجر المرفوض قيل إنه عند بناء هيكل سليمان أن البنائين وجدوا حجرا ضخما فظنوا أنه لا يصلح لشيء فاحتقروه، ولكن إذا احتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية ليجمع حائطين كبيرين لم يجدوا حجرا يصلح إلا الحجر الذي سبق واحتقروه، وكان ذلك رمزا للسيد المسيح الذي احتقره رجال الدين اليهودي ولم يعلموا أنه الحجر الذي سيربط بين اليهود والأمم في الهيكل الجديد ليصير الكل أعضاء في الملكوت الجديد. من هم هؤلاء العبيد الثلاثة الذين سبقوا الوارث الذين اضطهدوا الكرامين عوض تقديم الثمار لحساب صاحب الكرم؟ العبد الأول هو الذي أرسله الرب ليجمع لحسابه هو الناموس الطبيعي الذي وهبه الله للبشرية حتى قبل الناموس الموسوي، وقد كسر الإنسان هذا الناموس الطبيعي، الأمر الذي وضح بقوة في قتل هابيل، فقدم قايين رائحة الحسد الملطخة بدم بريء عوض الحب الأخوي، وقد عاش رجال الإيمان قبل الناموس تحت ضيقات كثيرة من قبل الأشرار. العبد الثاني هو الذي بعث به الرب هو الناموس الموسوي على يدي موسى، ومع هذا فقد عانى موسى الأمرين من قبل اليهود بتذمرهم غير المنقطع، كما عاش الناموس الموسوي
مضطهدا من كل القيادات اليهودية بتحويله من الروح إلى الحرف القاتل. فإن كان قادة اليهود قد ظهروا كغيورين على الشريعة ومحافظين عليها، إنما في المظهر الخارج البراق، إما بحياتهم وسلوكهم، فقد قتلوها وأفسدوا غايتها ورسالتها بتعليمهم الحرفي. العبد الثالث الذي قدمه صاحب الكرم هو النبوءة، فقد بعث مجموعة من الأنبياء يحث الشعب على التوبة ويعلن عن مجيء المسيح المخلص، وكان نصيب الأنبياء الضيق والاضطهاد والقتل. يمكننا أن نقول بأن السيد المسيح وهو يحدث اليهود خاصة قادتهم، فأن هؤلاء الحاضرين أنفسهم مسؤولون عن قتل هؤلاء العبيد الثلاثة. فالقادة الحاضرون في عصر السيد المسيح كانوا يعملون ضد الناموس الطبيعي، كما ضد الناموس الموسوي، وأيضا ضد النبوة. فمن جهة حياتهم وسلوكهم لم يراعوا حتى الناموس الطبيعي نفسه، ومن جهة تعليمهم قتلوا الناموس الموسوي بتطبيقه بطريقة حرفية جامدة، فتمسكوا بالظل والرمز دون الاهتمام بالحق والمرموز إليه. ومن جهة النبوءات رفضوها لأنهم رفضوا المخلص، غاية الناموس وموضوع النبوءات. يسوع لم يأتي ليبعدنا عنه، بل ليقربنا إليه. إعطاؤنا جسده ودمه وسكناه فيما بيننا دلائل تنير عقولنا وتقول لنا على لسان الرب: تعالوا إلي ولا تبعدوني عنكم، لا تقتلوني مرة ثانية بتصرفاتكم غير المحبة. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنح. Here.